السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، هذه مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، احداث جديده في القناه. اليوم لا فيديو غير. اليوم جيت نجاوب واحد لي كومونتير، حيت فريمون هاد الايامات هادي كثروا عليا لي كومونتير بزاف سلبيين. كاينين ايجابيين ولكن كثروا عليا السلبيين، سورتو واحد الفئه كتسب كتعاير كتقذف في السمعه ديالي وفي شرفي وفي عرضي انا وراجلي. الوغ شنو نقول لكم؟ انا ما عرفتش، بغيت نفهم واحد الحاجه، واحد الكومونتير بعدا غنطلعهم، والاخرين حاشا وحشومه وماشي من المبادئ ديالي وماشي من الاخلاق ديالي انني نطلع دي كومونتير بحال هكاك باش يشوفهم الناس اللي كيتابعوني. اول حاجه، انا ما عرفتش بنادم منين كنشوفوه فرحان ضاحك ناشط عايش حياته بخير، علاش ما كيعجبناش الحال؟ ما كنعممش، ولكن كاين واحد الفئه كبيره ما كيعجبهاش الحال، خاصهم ينكدوا عليك، خاصهم يبداو يدخلوا لك ديك السوسه، داك الطاقه السلبيه في حياتك، خاصهم يبقاو كل مره يجبدوك، كل مره يدقوا عليك وما كيعياوش. هذا هو المشكل. دابا كتمحي الباكور الهندي المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وما كيعياوش. كل مره لي كومونتير، كل مره لي كومونتير، لدرجه انني هاد الايامات كاع ولاو كيجوني دي زابيل من نيميرو بريفي وما كنعرفش شكون، ولكن كنعرف الصوت. الوغ ما كان يعني نيميرو بريفي نورمالمون خصني ما نعرفش شكون، غير انا كنعرف الصوت، لا انا لا عادل كنعرفو الاصوات، كنعقلو الاصوات مزيان. الوغ اللي بغيت نهضر عليه، علاش منين بنادم كيعطينا اتساع وكيجمع راسو وكيديها في سوق راسو عايش حياته ما مسوقش ليك انت بلي كاين فوق الكره الارضيه، علاش ديما خاصك بنادم يجي ينبشك؟ علاش منين انت كتجمع راسك وكدير في راسك ما مسوقش لعباد الله وكتعيش حياتك، هو داك الانسان عاد كيتبعك وكيبقى ينبشك وكيبقى يجبدك؟ ما فهمتش. هذه من جهه، انا ما مسوقه حتى شي حد غير باش تكونوا عارفين. انا غنجاوب غير واحد لي كومونتير اللي طلعوا لي هنايا، هم اللي غنحطهم زعما هنايا هما اللي غادي نجاوب، الاخرين ما غاديش نجاوبهم. حاجه واحده اللي غنقول لكم، انني راه ما كنسوقش حيت انا داك واحد الفاكسان ضد التنمر، لان تقريبا من نهار خلاقيت ولا من نهار عقلت على راسي وانا ضروري عندي التنمر، سواء في المدرسه سواء في الوسط اللي في المدينه اللي انا عايشه فيها، سواء يعني ما عنديش مشكل مع التنمر. الاشكال اللي كاين هو غير بغيت نوصل واحد الرساله لهذوك الناس، انكم راه ما غتصوروا ولو بهذا المعنى، هذا ما غتصوروا من عندي ولو والو، غير كتعيو راسكم وكتفقصوا راسكم وكتعيو داك التليفون المسكين وكتعذبوه معاكم باش كتكتبوا داك لي كومونتير وصافي، وباش وكتخسروا الريشارج ما عرفت هذا، باش كتعيطوا تبقاو تسبوا في لابيل ماسكي. الوغ ما غتصوروا حتى شي حاجه. انا في راسكم انا راه من واحد النوع اللي نهار اختاريت انني ندير هكا على البشر هكا درتها على كل شيء، سواء على الهضره سواء على التنمر سواء على المعيور سواء على اي حاجه غاديني من عند البشر عند بالو انه غيضرني بها، سديت سالينا سدات مادام. كنت من الصراحه، شوفوا اي وحده لاي واحد كيشوف راسو الوسط اللي هو عايش فيه اولا الناس اللي دايرين به اولا الناس اللي كيعرفه اولا كيبانوا ليه كيعطيو غير الطاقه السلبيه، راه وحق الله العظيم افضل حل، افضل حل باش تعيش حياتك بخير، حيت ديما غتبقى مريض. افضل حل باش تعيش حياتك بخير ملي كتشوف غير الطاقه السلبيه دايره بك، انك اختار انك تبعد، والله العظيم اختار انك دير واحد الحاجز ما بين دوك الناس وما بينك. وجاوني بزاف ديال الانتقادات على واحد لا فيديو كنت حطيتها في التيك توك وحطيتها ثانيا، ديال فاش قلت لكم انا قررت انني ما يبقاش يدخل عندي حتى شي واحد لداري. انا قررت بحال هكا، لان انا راجلي جلسنا اطابل وقررنا وهضرنا انه كيف ما بغى يكون هذا النوع ديال الانسان، كيف ما بغى تكون نوع هذه المناسبه، ما نعرضوا على حتى شي حد وما يدخل عندنا حتى شي حد لدارنا، دارنا خط احمر صافي. حيت شوفوا
راه اللي عنده الحنش كيخاف من الحبل. بزاف ديال الناس يا ما فرحت بالناس يا ما فرحت بالناس ويا ما شوفوا انا من داك النوع ماشي اللي غنشكر راسي عدو بلا ما قلت انا، ولكن انا من النوع اللي شوفوا حاجتي ما دياليش، تقدر شي حاجه تكون كتسوى شي اثمنه خياليه، ولا تقدر ديك الحاجه نورمالمون ما نقولوش كاع اثمنه، تقدر ديك الحاجه غاليه عندي، يعني شي حاجه غاليه عليا ولو يكون ثمنها تاج دريال بسيطه، ولكن انا غاليه عليا. منين كيجي عندي شي انسان وكيقول لي عجبتني هذه، ولا كنعرف راسي راه عندي حاجه مضوبله ولا هذه، كنبغي الانسان اللي كيكون معايا في حياتي ولا اللي كنكون قايبه ليها ولا اللي كيجي عندي ولا اللي كنكون يعني بيناتنا واحد العلاقه زوينه وهذه، كنبغي حتى هو تكون عنده نفس حاجتي او حتى هو يكون في نفس المستوى. ما كنبغيش اصلا تبقى عندي الحاجه مضوبله في الدار، ونقدر نحيد الحاجه لراسي، نقدر حاجتي نحيدها لراسي محتاجه ليها نحيدها لراسي، ونقول ماشي مشكل ونعطيها لذاك الانسان ونقوله بالصحه والراحه انا تنعاود نشري وحده اخرى ماشي مشكل. انا هكا دايره، انا معطاء، تقدر يجي عندي شي حد يقول لي الله هذه زوينه وهي راه عندي غا هي، نقول له خذها بالصحه والراحه. ولا يقدر غير شي حد شفتو خاصه شي حاجه، ولا لمح ليا بلي خاصه شي حاجه، ولا قال لي خاصني نشري هذه ولا ونعطيها ليه، سواء داك الانسان محتاجه ولا ما محتاجش، بغض النظر انه محتاج ولا ما محتاجش. انا ماشي كنمن، ولكن لقيت راسي انني اغلب الناس اللي كندير معاهم هذا الشيء، واللي كنكون معطاء معاهم، واللي كنكون مزيان معاهم، واللي كندير معاهم الخير فوق من القياس، ربما ماديا او معنويا، اولا غير يكفي انني داك الانسان ملي كنتلاقى به كنقول له صافي نسى المشاكل وكنرفه عليه ونضحكوا، ولا يكفي واحد الكلمه زوينه كيسمعها من عندي. ديما داك الانسان اللي كنكون انا حاسبه بحال نفسي وقريب ليا ومقربه ليا اكثر من القياس، وديما كيخرج ليا منه العيب، ما عرفتش يقدر يكون العيب فيا انني نيه، العيب فيا انني كندير الثقه بزاف، العيب فيا انني ما عندي ما نخبي، كنعيش صفحه بيضاء يعني اللي في قلبي على لساني، اي حاجه كيف ما بغات تكون صغيره اولا كبيره ما كنخبيش. نقدر هذا يكون هو العيب اللي فيا، يكون العيب اللي فيا انني كنصارح بنادم في وجهه، نقدر مثلا شي حاجه ما عجبتنيش فيها ولا شي حاجه دارها غلط نقول له لا هذيك غلط، راه كيفاش غتكون، نوريه الطريق الصحيحه ونوريه الاسرار ونوريه كيفاش يمشي راسه ويمشي حاجته ويقاد اموره، وفي الاخر كنولي انا ما مزياناش. ما عرفتش علاش، وانما وقعت لي تقريبا في حياتي كامله من نهار عقلت على راسي كاع الناس اللي قلت صافي هادو هما اللي هاد الانسان ولا هاد بنادم هو اللي غيبقى زعما في حياتي بحال المهم يبقى قريب ليا، بحكم انني عايشه فواحد البلاصه ما عنديش اصلا انا في حياتي ما عندي لا اختي لا خويا لا حتى شي واحد اللي قريب ليا اللي زعما نقولوا قريب ليا في العائله ولا كيجي عندي ولا ديما كيجيني من دوك الناس واحد الضربه واحد صرفيقه، ماشي هكا بالكفا هكا، اقسم بالله العلي العظيم حتى كتجيني واحد صرفيقه من حيث لا احتسب، ما كنعرفهاش علاش وفوقاش وكيفاش وشنو السبب. ديما بالتجربه اون فوا كندير مزيان 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 معلق من هذاك الانسان. هذاك الشيء علاش قررت يا اخوتي بما انه انا سوسيابل بزاف، انا اجتماعيه اكثر من القياس، نقدر ندخل البلاصه في دقيقه واحده ندير بزاف ديال الصحاب وبزاف ديال الصحابات وبزاف ديال المعارف. عادي العكس ديالي، انا عادي حدودي كيف ما كنقولوا حدودي اكثر من القياس، لدرجه انه راه شي امور اللي هو قريبه ليه كنت انا اللي كنشجعو عليها وكنقولو لا وديرو فعلو وترك ونمشي ونديه معايا ونلح عليه باش نمشي ونديرو شي حاجة، ونلح عليه باش نمشيو عند الناس، ونلح عليه باش المهم انا اللي كنت كنطلبو وكنزوق فيه، وفين ما كنت كنوقف على كلمته اللي هي كلمة واحدة كان كيقولها ليا، كان كيقول ليا شتي انتي ما عمرك ما غديري العقل، شتي فلان ولا فرتلان ولا فلانة ولا فرتلانة راه غيوقع لك منها عاوتاني بحال اللي وقع لك من قبل. واش عقلتي عليك؟ كنقولوا لا لا الناس راه طوب وحجر، لا 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 الناس ما يمكنش تكون كلها بحال بحال. وفي الاخر كنوصل على كلام،
وصلت على كلامه المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه الاف المرات. منين وصلت على كلامه الاف المرات، جا واحد الوقت جلسنا على الطابل، حنا كنجلسوا بحال هكا كنتحاوروا دائما، ملي كيكون شي اشكال خصنا نعالجو حياتنا كنجلسوا نتحاوروا. قال لي شوفي يا بنت الناس، غلطتي وغلطتي 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 وغلطتي، خايش شو خايش عامرين ديال 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 الثقه وديال الغلطات وديال الاغلاط وديال الاخطاء. شوف الغلطات اللغه العربيه كيديروا، وديال الاخطاء وبزاف ديال الامور درتيهم الوغ دابا. وكنت انا قال لي كنت انا كنتبعك كنقول لي ربما هي عندها الحق وهذه، وكنتبعك تجربتي انواع ديال البشر، ولكن دابا بما انه جربتي بزاف ديال انواع ديال البشر وصافتي قطعتي لي ياس وتاكدتي ان اي واحد درتي معاه المزيان كيرد طول تصيلتك بومزوين، غتمشي معايا في الطريق اللي انا بغيت. قلت له هي اما هي، وهي انه غتقطعي الصله بالجميع ديال البشر بانواعه، يعني البراني ضاري او لا ثقة في ولاد عتيقة. بقيت كنشوف فيه شحال، قلت له ايوا، قال لي ايوا اتفقنا. قلت له اتفقنا، حيت صافي عييت، حيت فريمون عييت، وصلت بيه واحد الدرجة انني عييت. واخا هذا من جانب انني جاوبت واحد الفئة، الكومنتير اللي غتشوفوا دابا وحده قالت لي عائلة الديناصورات. واخا اختي انتي ما عرفتي داك كيكوي كيبخ، ما عايرتي ما خليتينا بلاش، يعني كيقتل ميت ويمشي في كلاصتو يحرق دوار بلا وقيت، هو هاد الكومونتيرات. واختي ملي كنقولوا عائله الديناصورات، ديناصور راه حيوان منقرض ياك، ما عرفتش واش قلتيها انطلاقا من الحجم ولا انطلاقا من شي نظره انتي من عندك. اللي غنقول لك اختي، الانسان ملي كيشوف، ربما الا مشينا من جهه انك شفتي الحجم ديال البدن ديال الانسان ولا ما عرفت البنيه ديال الانسان ولا ما عرفت كاع من اين نظره انت شتيها الى الديناصورات، كنقولوا ما شاء الله، كنقولوا تبارك الرحمن، كنقولوا اللهم بارك وزيد في ذلك، كنقولوا الله يبارك ياك. ما كنجيوش نقولوا عائلة الديناصورات هذه اذا شتيها من الحجم، اذا شتيها انك اعتبرتينا حيوانات ولو انهم مخلوقات ربي اللي خلقهم، وكاينين بعض الحيوانات اوفى واشرف من البشر، واستسمح لهاد الكلمه هادي، فغنقول لك عز الله قدرك ورفع الله مقامك والله يرحم لك بها الوالدين، وشكرا بزاف حيت عطيتينا قيمه اكثر من القياس، وشكرا شكرا شكرا حيت اعتبرتينا من السلالة ديالك ومن عائلتك. هادشي اللي غنجاوبك. بس معكم جات سيليا قالت لك بغات لاباطا مود اللي عطينا لها، غندوز معكم لهاد الكومونتير هذا. هذا ديجا جاوبت عليه، علاش ما بقى كيبان معنا حتى شي واحد، تقريبا راه شرحت كلشي وفسرت كلشي. ندوزو الكومونتير اللي موراه، ما عرفتش بريس كومونتير اللي موراه، ما عرفتش منين كتجيبوا الفلوس، كل ديما المساريه والمشرى زعما الشريان هو المشرى، يا رب تصبرني. فرسكم قول اعوذ برب الفرق. اول حاجه غنقولها لك اختي ولا خويا بلاتي، ملي كنشوفوا شي واحد، شي وحده كطلع لكم تبكي وتشكي وتنحط وضربني وما عنديش وادي، سبحان الله العظيم، نتوما كيعجبكم بنادم اللي كيبقى يشكي ويبكي عليكم ويبقى ينحط ويبقى وما عنديش وهادي وهادي وهادي، وقيلا ياك انت من النوع اللي كيعجبوك هاد البشر هذا، حيت ربما حيت كون كيعجبك البشر اللي كيقول الحمد لله ومستوره معاه القضيه وكي كيخدم عليها وكيدمر عليها وكيجيبها من فم السبع وكيعيش حياته حلالا طيبه، حيت كيجيبها بعرق كتافو، ما عجبكش الحال، ديما المساريه وديما الشرع المشرع كي قلتي نتيا،
علاش ما تقوليش تبارك الله واللي يرزقنا يرزقك واللي يرزق اللي حسن منا يرزقنا ويرزقك وندعو معاك كاملين الله يجيب لك الرزق على اللي تولي ما حسن منا وتولي في اعلى المراتب ما نبقاوش كاع حنا نبانو لك. الانسان غير يقولها زوينه راه ربي هو اللي كيرزق ماشي البشر. ربي هو اللي كيرزق وكيفرق ماشي البشر. وربي كيرزق وكيفرق المستويات باش نتعاونوا مع بعضياتنا ماشي باش نعيروا بعضياتنا ونفسوا على بعضياتنا والقوية والقوية كل ضعيف والضعيف مسكين ياكل اللي ضعف منه واللي ضعف منه ياكل الدق. ربي كيرزق وكيفرق باش نتعاونوا مع بعضياتنا باش نهزوا بعضياتنا ماشي باش نعيروا بعضياتنا وباش نقوصوا على بعضياتنا. واللي مزيان واكثر من مزيان هو ان الانسان ديما تكون فمه ما شاء الله تبارك الله راك تاخدي عليها حسنات ما كتاخديش حسنات على ما عرفت منين كتجيبوا الفلوس. الفلوس كنجيبوهم بكتافنا. الفلوس حبيبتي احنا بدينا من تحت من الصفر. كتعرفي شنو هي تحت من الصفر؟ تحت من الصفر من الصفر تحت من 100 تحت الصفر. مناش بدينا بدينا من تحت الحضيض ودقة بدقة كي نقطة بنقطة كيحمل الواد ودرجة بدرجة توصل للدرجة. وكنقولو بسم الله ما شاء الله وكنقولو تبارك الرحمن وكنقولو يا اللي كترزق الناس تحنا رزقنا وكنقولو بسم الله وكنفيقو في السروية. انا شحال من مرة كنشارك معكم هاد البلا مقلت انا شحال من مرة كنشارك معكم مثلا كنمشي خدامة دي جي كنمشي خدامة مثلا مكياج ديال الدراري الصغار ما عرفتش بزاف د الحوايج كنديرهم في حياتي مابقيتش كنعقل بزاف د الحوايج كنديرهم في حياتي والله العظيم بزاف د المرات كنكون ما غنتخلصش كنمشي كندير غير خير وكنجي. عمري ما جيت قلتها لكم عمري ما جيت ما قلت لكم راه هاد الخدمة ما تخلصش فيها وربي كيرزقني من حيث لا احتسب. راجلي كيخدم كيدمر خدمته فيها التعب ديال الدماغ اكثر من انها تعب بدني فيها تعب نفسي فيها تعب فكري كيفكر بالليل وبالنهار ويحس بالليل وبالنهار وكيفكر عندك السلعه وعندك هادي وعندك هادي وعندك هادي ورد البال لايتها بلاصه ورد البال لايتها بلاصه. خدمته من اصعب الخدمات ماشي جسديا ما كيديرش مثلا مجهود جسدي ولا بدني وكيتحرك بزاف ولا عنده مجهود فكري اكثر كيجي للدار دي فوا كيجي للدار كيبقى جالس كيبقى يحسب هاد السيت هذا البي تي اس هذا نقصو هذا نقصو هذا عندك هذا عندك هذا شنو خرجت اليوم. وقسم بالله الا دي فوا كيجي كيتكى هنا وكيفكر في داكشي كله اللي دوز في الخدمه وكيبدا يعاود الافكار ديالو رغم انه خدام بالسيستم في البيسي يعني خدام سيستم شنو اللي دخل وشنو اللي خرج. راه الانسان رحم الله من عمل عملا واتقنه اذا كنتي كدير الحاجه من قلبك ومن نيتك وكتقنها حتى ربي كيبارك لك في رزقك ولو يكون شويه. والحمد لله كنت كنشوف ناس كنقول يا رب ترزقني بحال اللي كترزقهم ترزقني منين نعطي يا ربي تعطينا مناش نعطيو. اقسم بالله كنت كنقول يا ربي تعطينا مناش نعطيو حنا راه ماشي في شي مستوى حنا على قد الحال الحمد لله وشكرينه ما عندناش وما خصناش. ربما انت كيبان لك شي حاجه واو ولكن حنا راه ما عندناش وما خصناش غير حاجه وحده ولو يكون عندك القليل ولو يكون عندك القليل القليل ديال بصح اعطي منه وربي غيرزقك عاوتاني مناش تعطي مره واحده اخرى. ولو تكون عندك غير 50 درهم اعطي منها وربي غيرزقك مناش تعطي مره واحده اخرى ربي غيخلفها لك من حيث لا تحتسبي. ولكن الا كنتي كتذكري الله الا كنتي كتقولي تبارك الرحمن ما شاء الله يا ربي رزقني مما رزقتهم ماشي الا كنتي كتقولي منين كتجيبوا الفلوس حيت الفلوس ما كتجيش هكاك. الفلوس كتجي بعد عناء وبعد خدمه
بعد تعب عاد كتجي الفلوس. ولكن إذا كنتي كديري الخير ربي كيرزقك من حيث لا تحتسبين، ربي كيجيب لك الرزق. تقدري تكوني جالسة ربي كيرزقك، حيت ربي هو اللي كيفرق الأرزاق. غير هي الإنسان يكون فمو شوية صالح، يهضر بالأدب وبالصواب ويذكر الله في أي كلمة. هذا هو جوابي على هاد لي كومونتير اليوم. قررت انني نجاوب حيت فريمون فراسكم هاد لي كومونتير دابا جاوبت عليهم اليوم في هاد لا فيديو هادي. راه تعاودوا 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 تعاودوا، ماشي زعما مره واحده، راه مرارا وتكرارا كنلقاهم في لي فيديو. فين ما كنحط شي فيديو تلقاهم، اما ديال السبان وانا ندير لهم الحظر. واي واحد كيسب راه شوف فيه ما كينطق غير باللي فيه، وهذا المستوى اللي كتسبيه واللي كتعير به فان دل على شيء فهو يدل على مستواك الفكري والمعرفي والمعيشي اللي كتعيش فيه. حيت الا سبيتيني المسبه راه ما تلصقش ليا هنا في راسي، الا سبيتيني راه كتاخذ الاثم وكتدل على المستوى ديالك. انا ما عمري نسبك، ما عمري نجاوبك بمسبه، حيت كيف ما سبيتيني غادي تسب ماشي من عندي بطبيعة الحال. وهادشي اللي كاين من الناس اللي كيبغيونا وكنبغيهم. بوزة كبيرة لكم، بيزو كبيرة لكم، تهلاو لي فراسكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاية تكون كلها حيوية ونشاط وما تكونش اختي فيها. باي.